الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسددوا وقاربوا. أصبنا في هذه الأيام بالغرور، بالعجب بالنفس، وهو الكبر، وهو إحدى أنواع الكبر، أن يتكبر الإنسان على الآخرين لأنه يرى أنه إمام التقوى، إمام في الورع، إمام في الصلاة، إمام في القرآن، إمام المصلحين، لأنه يصلي ويحافظ على صلاته، وهذا واجب عليك أن تفعله. هذا العجب، الزهو بالنفس لأنها تقوم ببعض الطاعات وتفعل بعض الأوامر، يعتقد أنه هو، ومن بعده الناس سيذهبون إلى النار. عجب عجيب وكبر عجيب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد عمله الجنة. مش بالعمل، العمل مش شرط في دخول الجنة، العمل سبب من أسباب دخول الجنة وليس هو شرط. مش بتصلي يعني بتدخل الجنة، بتصلي والله لأنك بتصلي ترضي الله، فلما ترضي الله ربنا بيرحمك، يرحمك يدخلك الجنة برحمة الله. ولولا فضل الله ومنته ما جئت، ما مشيت وجئت للمسجد، ما صليت، ما قمت، ما تصدقت، ما فعلت لولا رحمة الله. على ماذا نتكبر؟ على ماذا نمن على الله أننا نفعل الطاعات؟ ووالله كل طاعاتك لو بلغت 100 سنة ما جاءت بنعمة واحدة من نعم الله عليك. كل أعمالك لا تساوي نعيما واحدا من نعيم الجنة. فعلى ما تنظر للناس أنهم لا شيء وأنت إمام التقوى؟ من أنا؟ من أنت؟ من أنا؟ من أنت؟ الملائكة الكرام خلق الله منهم أناس قائمون منذ أن خلقهم إلى أن تقوم الساعة وهو يتعبد الله قائما، ومنهم من يتعبده وهو راكع، ومنهم من يتعبده وهو ساجد، حتى إذا ما قامت القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وأنا وأنت على ماذا شايفين حالنا؟ على إيش؟ من أنا ومن أنت أمام الصديق أبو بكر؟ كنا بنعرف مين الصديق، ومش راح أتكلم عن فضائله لأنه كنا بنعرفها. مسك يوما لسانه وقال: هذا الذي أوردني المهالك. أبو بكر يقول هذا، فماذا عني وعنك؟ الفاروق عمر بن الخطاب يدخل بستان ثم يسمعه أحد الصحابة وهو يقول: أمير المؤمنين يا عمر، بخ بخ، أمير المؤمنين يا عمر، والله لو لم تستقم ليجعلنك الله في النار. هذا عمر، من أنا ومن أنت؟ عمر بن عبد العزيز يقول له رجل: جزاك الله خيرا، قد ملأت الدنيا عدلا في سنتين. عمر بن العزيز حكم 2 سنين بس. من تفخ
ما مشى زي الطاووس. قال اه وانا عملت عدل. قال خبيب بالطريق جاءته الاوامر من خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك وهو وال على المدينة ان يجلد خبيب ابن العوام فجلده فمات. فمكث عمر بن عبد العزيز خائفا كلما عبد الله كلما قام كلما عدل قال خبيب في الطريق. فمن انا ومن انت؟ ماذا قدمنا؟ ماذا صنعنا؟ لو رأيت أرباب القلوب والأسرار وقد استعدوا للتعبد في الأسحار وقاموا في مقام الخوف على قدم الاعتذار يخافون يوما تتقلب به القلوب والأبصار عقدوا العزم على الصيام وما جاء النهار وسجنوا الألسنة وغضوا الأبصار أحزنهم أحزان أحزانهم أحزان ثكلى ما لها استبار ودموعهم لولا التحري لولا الصدق لقلت كالأنهار إنهم يخافون ووجوههم من الخوف علىها الصفار والقلق قد أحاط بهم ودار يخافون يوما تتقلب به القلوب والأبصار جدوا في انطلاقهم إلى خالقهم وراضوا أنفسهم بتحسين أخلاقهم فإذا بهم قد أذابهم قرب اشتياقهم أتدري ما الذي حبسني وحبسك عن اللحاق بهم أتدري ما الذي حبسني وحبسك عن اللحاق بهم حب الدرهم والدينار واقتناء سيارة ودار يخافون يوما تتقلب به القلوب والأبصار قم في منتصف الليل قم في منتصف الليالي بدموع مخزار لعله عنك يتوب وهو الرحيم الغفار وقل يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل عن هم القلب علي والكآبة والشحوب يا رب أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرار سكيب يا رب أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المجيب من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطيب من لي إذا وضع التراب فوقي فلا عيش يطيب يا وحشتي يا كربتي يا غربتي يا غربة العبد الغريب يا ويلتاه من عذاب القبر والهول العصيب يا راكب الذنب ويلك يا راكب المعصية ويحك يا راكب الذنب ويلك يا راكب المعاصي ويحك أما آن أن تتوب أما آن أن تتوب لله الرحمن الغفار على ما العجب لركيعات ركعناها يا ويلتاه عندما يهال التراب فلا عيش يطيب انظر لأصحاب القلوب والأسرار قد اجتهدوا في العبادة وقاموا الليل وصاموا النهار وأمسكوا الألسنة وغضوا الأبصار فمن أنا ومن أنت حتى نمن على الله أننا قد صلينا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اجعلنا من القائمين واجعلنا من الصائمين
واجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من التابعين محمد صلى الله عليه وسلم ويطبقون سنته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ولكل المؤمنين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل بقعة من بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن اجعل هذا البلد سخان رخان وسائر بلاد المسلمين، اجعل هذا البلد سخان رخان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا من حوض نبيك، اللهم اسقنا من حوض نبيك، اللهم اسقنا من حوض نبيك، واجعلنا رفقاءه في الفردوس الأعلى. اللهم وفق ملك البلاد في خير العباد والبلاد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.